السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدينة المنصورة، 8 فبراير 2021، اليوم عيد الدقهلية. محافظة الدقهلية تحتفل بعيدها يوم 8 فبراير من كل عام، واليوم 8 فبراير 2021 يكون قد مر على إنشاء مدينة المنصورة 802 عام. قصر ثقافة المنصورة، إقليم شرق الدلتا الثقافي. عن بعض معالم المنصورة، هذا ما لدينا. نشكركم ونشكر حسن المتابعة.